احنا لسه مكملين مع حضراتكم في تغطيه تداعيات الهجوم الارهابي اللي تم احباطه غرب سيناء، والحقيقه انه يعني بيعكس حقيقه واحده بس، وهي حاله الياس اللي وصلت لها هذه الجماعات الارهابيه المتطرفه، وانها كمان بتلفظ انفاسها الاخيره، علشان كده يعني حاولت انها تعطل عمليه التنميه ومشروعات التعمير اللي بتحصل في سيناء. خلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل اكتر عن هذا الموضوع من الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه. صباح الخير عليك يا فندم. وفي صباح رأيك الخير يا أستاذ هديل. ليه تحولت هذه الجماعات من شمال سيناء إلى غرب سيناء، وعلى وجه التحديد مسألة إن إحنا نضرب محطة رفع مياه؟ يعني إحنا بنتكلم على ضرر للمواطن من الدرجة الأولى، ما هواش لا كمين شرطة ولا كمين جيش. لو نلاحظ يعني قبل العملية بأيام أو بأسابيع هنلاقي حملة شديدة جدا على السوشيال من شائعات جماعة الإخوان والناس الشركاء لجماعة الإخوان والموالين ليها طوال الوقت على موضوع الاقتصاد، وعلى موضوع إن مصر هتفلس، وإن مش عارف ما فيش إيه، يعني كلام صح. ضرب في الاقتصاد المصري. فمحاولات وقف التنمية بطريق تاني، بطريق تهيج الشارع المصري. فلما فشلت هذه الحملة، الدولة واقفة على رجليها وسط بعد جائحة كورونا، بعد أزمة حرب أوكرانيا وروسيا، بعد أزمات كبيرة جدا شغالة في العالم كله، يعني العالم كله بيعاني، ورغم ذلك مصر واقفة على رجليها. مصر شغالة في التنمية على قدم وساق وبسرعة، ومشاريع في كل مكان في جمهورية مصر العربية. ده كله ده يعني مش عاجب الإرهابيين، مش عاجب جماعة الإخوان وحلفائها. فده كان سابق تماما للعملية الإرهابية اللي احنا شفناها. فنقلوا اتجهوا من شرق سيناء إلى غرب سيناء في عملية يستهدفوا بها محطة رفع مياه، يعني وناس بتحمي محطة رفع مياه تكون أكبر محطة لتحلية المياه ورفع المياه في المنطقة دي. خلي بالنا ان في اللي هي محطة بحر البقر اللي الرئيس كان عمل فيها قبل كده ودى التصريحات وهو هناك، يكون في هذه المنطقة أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط. صحيح. فهو هنا بيستهدف التنمية، يعني ده مؤشر خطير جدا ان هو بيستهدف التنمية، يعني بيقول ان انا عاوز اوقف التنمية في سيناء. احنا هنشوف ان سيناء في الفترة الأخيرة الدولة رصدت 600 مليار جنيه مصري لمشاريع تنموية داخل سيناء. صحيح. على وجه التحديد كمان العامين الأخيرين يعني كان فيهم تنمية كبيرة جدا جدا في سيناء. طبعا تنمية المواطن السيناوي، تحديث حياته عبر مشاريع في استصلاح الأراضي، عبر مشاريع إسكانية، عبر تطوير 6 مواني موجودة، عبر عمل محطات لرفع المياه وتحلية المياه، مشاريع بناء مدارس في جامعات في كل منطقة في سيناء. فهو هنا هو هنا هيفشل، يعني صحيح. أي إرهاب لما بتعمل له تنمية بيحصل ربط بين المواطن وبين الدولة، ده بيتعب الإرهابيين جدا وبيعزلهم. هو هنا بيحاول يوقف التنمية بأي وضع، وده اللي هو يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. خلي بالك أن الشعب المصري كله بعد هذه العملية تضامن مع الدولة، وكل الشعب في حالة هياج شديد جدا وغضب من الإرهابيين ومن جماعة الإخوان، وإحنا رصدنا ده حتى على السوشيال. يعني الناس كلها يعني اكتشفت أن سوء وجماعة الإخوان وسوء ما تفعله هذه الجماعات من إرهاب داخل الدولة، أن هم مش خلاف سياسي أبدا، لا ده ناس تستهدف إرهاب الدولة وتستهدف إرهاب الشعب. صحيح. معا. ودينا شفنا يعني العملية الأخيرة بيستهدفوا جنود أمنين وهم بيحموا محطة رفع مياه. صحيح. يمكن أستاذ ماهر وحضرتك متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، كان في قرار من الدولة بعد عدد من العمليات العسكرية، بنتكلم على حق الشهيد 1 و2 والعملية الشاملة سيناء 2018، إن ما يكونش الخيار هو خيار عسكري فقط، لا، مشيت الدولة في اتجاهين بالتوازي، هو عمليات عسكرية بالإضافة للتنمية. بعد ما فشلت الجماعات الإرهابية في يعني محاولة العمليات الإرهابية المستمرة في سيناء وتم يعني إنهائها بشكل تام، ويمكن كان في تصريح مهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أثناء أول أيام العيد في الاحتفالية الخاصة بأبناء الشهداء، وقال أن تضحيات القوات المسلحة كانت مستمرة علشان تمهد الطريق للتنمية. على ماذا يراهن الجماعات الإرهابية خلال هذه الفترة؟ لا احنا شفنا طبعا ان الجماعات الارهابيه في اخر 3 سنوات في سيناء انحدرت تماما وانهزمت تماما. صحيح. العمليه الشامله في عام 2018 بدات الامور تاخذ مسار تنموي ومسار تفكيك للجماعات بشكل امني. نجحت هذه الخطه ونجحت هذه العمليه في تفكيك كل الجماعات الموجوده داخل سيناء، ولم تبقى الا شرازم. صحيح. وتكثيف منابع الإرهاب أيضا. نعم ده صحيح، جماعات متنوعة انتهت تماما وتم تفكيكها داخل سيناء، وأصبحت هناك فلول موجودة في بعض المناطق في شمال سيناء هاربة في مناطق وعرة وبيتم مطاردتها. صحيح. ولم نسمع عن أي عملية خلال الثلاث أربع سنوات اللي فاتت لها أي حجم يذكر. محاولات هذه العملية محاولة أيضا لإثبات الوجود أن أنا موجود، يعني لأنه انهزم. صحيح. لأنه انهزم بيدي رسائل لمن يمولوه ورسائل للناس اللي هي بتوجهه وبتشغله أن أنا يعني لي بعض العناصر موجودة وأستطيع أن أنا أعمل عملية. في الحقيقة هذه الأمور فاشلة تماما، والمسارات اللي ماشية فيها الدولة مسارات إيجابية بشكل كبير. نعم. وخاصة تدعيم المسار الأمني بالمسار التنموي. صحيح. يعني والمسار والاثنين ناجحين بالمناسبه، ناجحين نجاح شديد جدا بكل تاكيد. استاذ ماهر، اخيرا هل حاله الالتحام القبل اللي موجوده مع الجيش ويعني قبائل سيناء ودعمهم الكبير للجيش المصري، وزي ما شفنا في افطار الاسره المصريه وجودهم وحدتهم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ده ازاي بيساعد اكتر في محاصره وتكثيف منابع الارهاب؟ ده اهم شيء. يعني احنا لوحظ يعني في خلال السنوات الاخيره شفنا اهالي سيناء خاصه بعد المذبحه اللي عملوها الارهابيين اللي هي مذبحه مسجد الروضه، وان هم ادركوا تماما ان الارهاب الذين له، الارهاب حتى بيطال دور العباده والناس المصلين الامنين. اهالي سيناء طول عمرهم لهم تضحيات مع جيش مصر. صحيح. وطول عمرهم بيساندوا الدوله المصريه. ما حدث بعد عام 2011 هي عباره عن مؤامرات وحاله اختراق من تيار الاسلام السياسي لاهالي سيناء. صحيح. فنتج عنها ان وجود هذه الظاهره الارهابيه بسبب المشاكل اللي حدثت بعد عام 2011 ثم الافراج عن الارهابيين من السجون بقرارات من جماعه الاخوان المسلمين في العام اللي هم حكموا فيه الدوله المصريه، ده نتج عنه كل اللي احنا شفناه في سيناء. لكن في الفترة الأخيرة احنا شفنا حتى اتحاد قبائل سيناء، وشفنا تشكيل هذا الاتحاد، وشفنا ازاي ان صحيح، والبيانات اللي دايما بتصدر عنهم بيدعموا بيها الجيش المصري. بنشكر الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، شكرا جزيلا على وجودك معنا.